عم تتحرك يا ربي. هاي حبايبي طلعت الباذنجان و الكوسه كبير. شوفوا والله كبير. It's big. بلشنا من اولها. كبير يعني بزيادة. انا برأيي اروح اغسل اول بعدين نشوف شو بدي اعمل. اوكي رح بلش باول باذنجانة. شوفوا قد ايه واسع. ما حبيت. مو لازم يكون هيك رفيع من فوق. شو الباذنجان اللي جايب لي يا سيامات؟ خلص لازم نعمله عشان لازم نستخدمه. اوكي شو بتعمل؟ ما عندي حل. مهم قولوا لي انتو شو عاملين اكل اليوم على الافطار او شو. مقتين ونص تحضير او ساعة ونص على النار وساعتين تحضير. عم تلعب معه شو عم تلزق على الطباخ. اوكي خلصنا اول باذنجان. بلش باللي بعده. شو؟ Why are you crying? في شي جوا. I don't know. خايفة افتحه. لحظة لازم اشوف شي لو هاد. ليش هيك اسود؟ شو دودة جوا؟ أو نو 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 نو. هاي دودة ولا أنا متهيأ لي؟ حراجع بلا دودة. دودة دودة عايشة طيب ولا ميتة هاي دودة؟ شوفوا هاي الدودة. هاي ما بعرف اذا بينا نفس لانها نفس لون الباذنجان تقريبا. هاي هي على الزبالة. او ماي جاد دودو. شوفي ميرا في دودو هون. رح اغسل هدول وامسحهم وارجعها مرة ثانية لانه في ممكن يكون في صار جراثيم او شيء. هدول هون لانه بصراحة ما بعرف يعني ممكن هاي الدودة ما بعرف البيض تبع انتشر في ارجع المكان. اي دونت نو. سهل هي سكينة. توترت والله توترت. يعني هيك حتى نكون بالسيف سايد نمسح ونعقم بالديتول. ورايحة اغسلها ما لاقي وحدة مثلها يعني لانه بدي اخلص. عن جد الموضوع صعب وصدمني ووترني ما بعرف ليش. انا كتير بخاف. مو بخاف من الحشرات. بخاف اوكي هي خلصانة منها بس بخاف انه ينشروا شيء كان بيض او اي دون نو البيض تبعهم بعدين يتحول لدود. هذا هو خوفي. فوبيا.
كله هيك. شوفوا. بس وحدة كانت عادية هي. يا الله. هي ما بدي افتحها. شوفي دولو يا عمري. ثالثة كمان هيك معناته كله هيك. هي اوكي ما في شيء. بظن ما في شيء. ممكن بعد شوي اتفاجئ. بسم الله. It's okay. There is no dodo. ما في دودو. راح دودو. ايه خلص ما في دودو هنا يا عمري. ميرا شوفوا كيف هيك مرعوبة معي. ميرا رعب عندها اذا شافت نملة او ذبان او اي حشره بالعالم رعب صير فيها حاله هستيريه. طالعت لي والله من هي الناحيه. هم فيهم هدول يعني ما بعرف الباذنجان هاد مهم. سيمان بختاره مو انا اكيد. هلا بس يجي بقول له شو هالباذنجان اللي اخترت لنا اياه اللي كله حشرات دود. ولا دودة مو صغيرة، دودة كبيرة، يعني هيك سمينة. وأنا لما بعمل بحفر الباذنجان بحب أشيل كل هذا الحبوب اللي فيه. وكمان ما بحبه يصير هيك سميك، بحبه شوي نحيف بس فيه شوي يعني. إذا فهمتوا علي أو لا. اوكي لحد الان عنا بس 2 only 2 صار لي ساعة بس 2. اوكي الله يستر من هاي. نشوفها اذا كمان في دود او لا. بسم الله نفتح. هي من فوق بتبين. لحظة مش متأكدة إذا نظيفة أو لا. على فكرة هالشي والله مو صحي. لا 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 لحظة لحظة. يا عمري ها استني الدودو. ها وين الدودو؟ شو هل هاد البذور تبعه ولا دودو؟ توتر ولا انا عم بطبخ ولا عم بتوتر؟ والله لحظة لحظة مبلا 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 هي ما فيها دودو. بس شوفوا لونه كيف من هون هي الجهة. لوك هي كمان على الزبالة. شوفوا حفرت اخر شيء طلعت مو كويسة. شو بعد كله بالزبالة بعدين؟ شو رح ناكل اليوم؟ I don't know. فكرت فيها دود قسمته نصين طلع ما فيها. الشك صار يلعب عندي عن جد يعني. لا فتحت وحدة تانية اشوف شكلها غريب يعني. سو ميبي في دودو. دودو بلا بلا لا ايه ولا لا والله ما عم بعرف. بس جاي كمان شوي غامق من جوا بيكون مرات. ها مامي ها ميلك لبن تشربين ديما كمان. بلا بلا بلا
ايه الدودة؟ خلاص خلاص راح اكبه، ما غيرت رأيي. ولا شو هي اصلا؟ بلا شوفوا دودة، والله دودة ولا لا؟ صار متهيأ لي؟ اخ توتر. اذا حكبه حتى هاي اللي انا قلت ما في مو طلعت مو حشره، بلا طلعت حشره تحت بس، يعني مو المكان اللي انا قلت فكرته. هي عايشه عم تتحرك. يا ربي حتى اللي مو فاتحتهم باي باي. انا ما بدي اخاطر بحياتي ناكل شيء فيه النادود وما بعرف شو. حتى هدول نوب ثانك يو نو 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 نو. جيب كيس مخصوص واعمل اعقم المكان عشان نبلش من جديد. ان شاء الله ما تكون بيضة او شيء دخلت بعيني او باي مكان. توترت والله حتى اعصابي ارتخت. يعني حط كل شيء هلا من هاي. مامي شو دور لوكيز دودو هي يعني لازم يصير شيء يأخرني على الإفطار، ما بعرف ليش. عن جد انزعجت والله. لازم يعني أنا بالأساس مبلشة بكير. ها مامي مش أخلص أبكر بس لا، لازم تطلع لي مشكلة، تطلع لي شيء يأخرني. ان شاء الله هلا الكوسه كمان ما تطلع هيك. انا بحب الباذنجان اكثر من الكوسه. تعي ميرا تعي انزلي يا عمري. تعي ماما. يلا ليش نو؟ لا مو نو، لا تعي كوم. شوف الكوسه معكم، كوسه شكلها حلو. ما بظن فيها شيء، ما بظن. بعدين تلاقوني عم بنط فجأة. اخ اخ شوف مو مبين شيء. ان شاء الله ما يبين شيء. فكر والله احسن شيء. انا ما بحب الكوسه كثير بس بعدين بالاخير شكلي رح ناكل الكوسه لانه شكلهم بيرفكت للمحشي هيك طوال. الباذنجان كان هيك سمين ومفروض يكون نفس شكل الكوسه تقريبا. اول وحده تمت بنجاح. انا بحب اخلي هدول لحتى اسكر بعدين. في ناس هيك بس بتوقفهم بس لا، انا بحب اسكرهم كمان هيك للاحتياط. سو هاي طع جنب ومفتاح كوسا. سيماند اتصلت عليه قلت له يجيب باذنجان جديد بس عم بيقول لي ما في باذنجان للكوس يعني هيك حلو للمحشي. قلت له خلص جيب اي شيء باذنجان تلاقي قدامك بس مو معفن مثل هذاك. والله لحد الآن متوترة. إيه شو الغباء؟ شو الباذنجان؟ ها مامي ما تعملي الباذنجان لأنه كانت أحجامه مو متساوية، يعني واحدة كبيرة واحدة صغيرة. بصراحة I don't care، يعني أنا أهم شيء إنه آكل.
ما بيهمني الشكل الطبخه كثير. اوكي يعني بهتم بعمل لها تزيين وهيك، بس مو لازم انه نفس الحجم وهيك. الاخير راح اكله يعني. هاي يا عمري بفضل الباذنجان اكثر بكثير. اجى سيامانت جاب لي انواع باذنجان مشان نشوف اي واحد اوكي. جاب لي 3 انواع، هذا اول كيس، هذا ثاني كيس، وفيهم شو. انا دائما بدي احل لك مشاكلك انت، ما مشاكلك ما بتخلص بيبي. مشاكلك شو جاب الدود جوا الباذنجان؟ مين اختاره؟ ها مين اختاره؟ ما كله هيك حبيبي. شو كله هيك؟ مضروب فيه يعني، جاي فيه دود. ما هن مشان هيك كان حاطين اوفر عليه. ليش بتجيب الاوفر؟ ما كان في نوع ثاني؟ ما كان في، هذا الموجود كان. انا مشان الاوفر ما لقيت، هذا كان الموجود، حسيت احجامه مناسبه. طيب جيب الجديد يلا. كله طلع شو اسمه، فيه دود؟ كله كله كله. لازم نشوف ستورياتك بيضحكوا. ردت فعلي على الدود. والله توترت يعني، هلا انا اعصابي متوتره كثر الدود. الله شو رح ناكل؟ الكوسه تمام صح؟ انا ما فتحته كله، بس فتحت يمكن 5 فيهم دود. خلص قررت. مبين من برا حبيبي، ليش كبيتهم كلهم؟ انا فيني نقيهم، انا بعرف. لا 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 لا، ممكن فيها دوده متخبيه بالقشره او شيء، لا ويطلع لنا ناكل. بناكله لحم حبيبي. يطلع دود جوا الهي ومسلوق. بروتين. بروتين. انت بحاجه بروتين في رمضان. عندك لا هذا الدود ما بسوي شيء، هذا الدود كله بروتين. بلكي فيه بيض عم بي يعني بروتين. روح فرجيني اللي بعدين انت رح تحطيه على النار رح ينسلق. شوف شو صار. لا كثير متوتره انت، رح اجيب لك الباذنجان ان شاء الله يكون الباذنجان منيح، ما بعرف انا نقيته المهم على كل حال. اوكي شوفي شو عامل انا جايب لك 3 انواع ماشي، مشان ما تقولي لي زبط وما زبط، هذا منيح مو منيح. هذا اول نوع وهذا ثاني نوع هذا اورجانيك وهذا ثالث نوع. ليش معصبه يا بابا؟ هذا مدور كثير زياده عن اللزوم، وهذا كبير زياده عن اللزوم. فرجيني افتحه. لا هذا هو البيرفكت. هذا البيرفكت؟ ايه بالزور. لقيت لك الحجم حبيبي، انا نقيته انت نقاي الاحجام يعني، مو كله هيك، لو كله هيك كنت جبت. ماما وديه بتغير بجمته من دي. شوفوا يا جماعه شايف شو عامله، حطتني هون. انت بتعمل الباذنجان وانا بعمل الكوسه. معاقبتني سلمت الباذنجان لي حالفه يمين، ما تقرب علي هون. انت بتعمل شو؟ صاير مع فوبيا. انت بتعمل شو؟ شو انا ما قصدي، انا جاي عم اتفرج عليك. لا عليك. ما دخلني. ها الباذنجان جبت لك اياه. ما بعمل الباذنجان. تاكل بس محشي كوسه. ليش ما بتعمل الباذنجان؟ هذا غير حبيبي، ما يطلع لك دود ولا ما يطلع لك دود. طب شوف انت اول وحده. خلص هاي اول وحده نظامي ما فيها شيء. لا شوفي. فرع حبيبي تمام. هلا ببين بعدين بعد الحفر ببين. طلع لك هيك والله والله، وكلهم عايشين وكلهم عايشين. يمكن انت رح تعملينها بروتين بروتين بروتين. ما في داعي احط لحم بروتين. ما كان في داعي ابدا للحمه. بروتين. شو انت على اساس كنت بدك تعملي طبخه ثانيه فكرتي؟ لا انت ما قلتي لي رح الغي الجو اسمه المحشي لاني طالع لك دود. اه كان بدي الغي. بابا 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 تنتين هلا حاليا، فانا ماني متاكد اذا محفورين منيح ولا لا، فشهد بدها تشيك علي. عن جد انك تافه. تعي مين تيك. لا خايفة خايفة. لوك شوفي دودو. خفتي؟ لا خلاص
يلعب على الوتر الحساس صح؟ اوه قلبي اول شيء ما فهمت لانه لون كل شيء بني بس يا هيك المقالب يا بلا عدلت لك مودك الله صح؟ لا وترتني اكثر معنا صعيب جد ما شفت يونيك تمام؟ خلاص لا ما في شيء والله ما في شيء ايه تمام يلا هاي بس بيبي خلص والله ما عم بمزح والله انه يلا راح اجيب لك بتعرفي شو راح اجيب لك ابو بريس من برا واجي ايه كمان اورجانيك خليني اشوف اذا هاد فيه دود او لا انا معقم والله انا عم بفحص الباذنجان حطتني هون عشان افحص الباذنجان اعطيني سكينه اذا فيه دود ولا لا شوف في من هاي عشان تشوفه اذا فيه تحفره وتشوف فيه دود او لا انت الباذنجان اللي كان ناقصني لا ما دخلني انا الباذنجان صار عندي رعب منه انا عم بعمل اخ شوف انت بتعمل الباذنجان وانا بعمل الكوسه معاقبتني سلمت الباذنجان لي حالفه يا من ما تقرب عليه انت بتعمل شو انت بتعمل شو شو انا ما قصدي انا جاي عم اتفرج عليك لا ما تتفرج ما دخلني ها الباذنجان بتقول والله ما بعمل تاكل بس محشي كوسه ليش ما بتعمل باذنجان هذا غير حبيبي ما بطلع عليك خلص ما بدي ولا ما بطلع عليك طب شوف انت اول وحده مش عارف اول وحده نظامي ما في لا احفرها حبيبي مو هي هلا ببين بعدين بعد احفر تطلع لك هيك عم والله؟ تعمل والله وكلهم عايشين كلهم عايشين انت رح تعملينها بروتين بروتين بروتين, بروتين. ما في داعي احط لحم على الحشو بروتين ما؟ ما كان في داعي ابدا للحمه بروتين شو انت على فكره بدك تعملي طبخه ثانيه فكرتي خلص هي وزيادة لا انت ما قلتي لي رح الغي الجو اسمه المحشي لاني صار الدود اه كان بدي الغي ايه الدود والله هي عم تحفر منيح صح ولا انت عم هيك مسوي شكلها سهل ها لا انا اه بس مو منيح بس حتى هي مو منيح ميرا خلص ماما هاي آدم يا عمري صح النوم آدم هلأ فاق للقيلولة عمري تعرفي إنه ميرا صايرة إذا آدم بيكون نايم تسأل عليه وبدها تقول عنده فيو بتطلع عمري تعرفي إنه ميرا صايرة إذا آدم بيكون نايم تسأل عليه وبدها تقول عنده فيو بتطلع معه والله العظيم كيف يعني ملك لحظة انه بيبي بدي اروح لعند البيبي صح بتعرف قبل شوي صعدت لفوق ولا قلت لها لا تطلعي الحشو نقعت رز هون رح احط بقدونس فوق الرز اي ثينك انه الرز كتير ما توافقوني الرأي بحس كتير خليني احط شوي على جنب بس احس انه بدي اكتر برجع احط وخلينا نحطه هون اوكي هيك اوكي هلا شلنا منه شوي ضل هي الكمية هلا رح احط لحم مفروم ما رح اكتر لانه سيمان ما بيحب اللحم المفروم كتير صح؟ بس حطي انا شوف يعني شو رأيك هيك؟ طبعا الكمية المناسبة لك هيك اوكي قطعت هون بقدونس هلا هجيب ملعقه احط فيها معجون طماطم على طريقتي اوكي ما تقولوا لا ما بنعمل هيك عادي على فكره في مليون الف طريقه للمحشي الكوسه معجون بحب شوي اكتر يطلع اطيب وهيك فيه حموضه شوي تقريبا 3 معالق كبار حطيت هلا راح احط ملح زيت زيتون فلفل احمر شوي مشان نعمله سبايسي مو كتير هيك بس فلفل اسود هيك
واخر شيء سبب هرت. الملح and last زيت زيتون لحتى هيك انا بحبه شوي فات يكون، ما رح كتر يعني بس شوي هيك لانه اللحم المفروم اوريدي فيه فات. هلا بمزج كل شيء مع بعض بايدي، انا بحب اعمل بايدي. اوبس ما حطيت بصل لأنه بتعرفوا يعني I don't like. على أساس إنه أنت عم تساعدني هيك. سؤال واحد بس، كم باذنجانايا حفرت؟ حفرتيها حجين طلعت صفصوف لقيت حجر على اساس فيه حشرات. انت اعمل اعترفت على حالي. لا بعرف انه فيه حشرات، انا شفت لاني وقت كنت عم بقليهم. ايه اولت انت طبخنا تبع ايه طب اولت امبارح ايه كان في كبيت تقريبا ثنتين كان في حشرات. ما كان في حشرات بس لونه اسود، جوا مدور اسود. ايه عشان هيك بعرف حتى هالجاي بلا ان شاء الله يكونوا ما يكونوا كلهم يعني. بلا كلهم تقريبا. في اثنين ما فيهم شيء سليمات وحفرتهم بس. بس كمان كبيتهم. ليه؟ خفت قلت بحشي الكوسة. ولما بحشي انا ما بعبيها للاخير لانه بعدين الرز بيصير كبير بينفش. سو تقريبا ثلاث ارباع. بعبي يضل ربع فارة. في عندي هون كمان باذنجان كتير. هاد صحن الكوسة. اوكي بعدين بجيب هاي وحاول اسكر. هلا بحاول بعدين اوقفهم يعني. انا دايما بنيمهم ما بوقفهم. عادي فيني انيمهم ما طول انه انتم تكونوا مسكريه من فوق فيهم هيك يكونوا يعني. حتى اذا الرز شو اسمه نيمتوهم ما بيطلع الرز برا لانه تكونوا مسكريهم من فوق. فانا مشان هيك بحب اسكرهم هيك للاحتياط. لان كتير ناس لما بيوقفوهم هيك ما بيسكروهم بس بيخلوهم هيك مفتوحين. اوكي هاي ثاني كوسة غطا وبنوقف مع اوب. صراحة عندي طنجرتين ما بعرف اي وحدة اختار. في وحدة اللي هي صايرة عريضة وفي وحدة صايرة هيك يعني فيها عمق بس مو كتير عريضة من فوق. بلشت بهي اشوف اذا مناسبة او لا، بعدين اذا ما مناسبة بحاول الثانية. بس الاثنين كبار. كم الساعة بيبي عندك؟ ما عم تبين من عندي انا. لا هلا بينت. الساعة 5. شو معناتها؟ معناتها راح لا مع اني انا بلشت بكير والله مشان ما نتأخر بس طلعت مشاكل الدود والمدري ايش. يعني شو بدي اعمل؟ كأنه عم تصير ظروف مشان نتأخر. سبحان الله صح بيبي؟ يعني والله بحس لو مبلشة من الساعة 12 كمان رح يصير ظروف واتأخر. بس يلا عادي. I think انه مثلا اذا تأخرنا ما نتأخر كتير لانه هذا بس محشي. هحاول استعجل بالحشي. خلصت منها ما رتبتهم هلا بعدين بس اخلص برفع. هلا اجى دور الباذنجان. اي ثينك انه راح احتاج اعمل مره ثانيه حشو.
الباذنجان كثير بياخذ حشو. بعدين السكر عليه. اسهل شيء بالحشو الباذنجان هيك على السريع. كلهم صغار وهيك مدورين، المفروض يكونوا هيك مثل الكوسة نفس الشكل. شوفوا كلهم لازم يكونوا هيك الباذنجانات. نحن ما شاء الله جايبين تشكيلة، واحدة قصيرة واحدة طويلة واحدة سمينة واحدة ضعيفة، كل الأشكال والأنواع عنا هون تلاقوا. عصير برتقال لميرة ما بعرف ليش عشقانته هاليومين، كل شوي بتطلبوا منه. بس منيح سيمان دورة عمي. بصراحة هو مو منيح، يعني الأحسن الأفيد إنه تأكل الفاكهة. لا الأفيد تأكل الفاكهة، انت بس عم تعطيه العصير حتى ما عم تاكل تشرب الحبيبات اللي معه، عرفتوا قصدي؟ بعدين بعد ما نعصر نحطه بمصفات مشان هيك يكون بس مي. يلا ميرا بتشربه اذا غير هيك. لا هي ما جرب اعطيها بالهي، ما بتاكل ما بتشرب مع هذول الحبيبات، لاني انا مجرب. اوكي قربنا نخلص، رح اعمل بس الصوص واحطه على النار السوب تبعه. كيسين شو؟ والله كل مرة كل عصرة. خلص بصراحة ما بعرف الصلصة شو رح احطلها، بس هو يعني اكيد مي حار. بيبي 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 ايدي وسخة، فيك تحطلي مي هون بهي يغلي مشان الصوص وعبيه كله. مي انت مو الاسستنت؟ شو اسستنت؟ يعني عمر شو سلطة؟ انا حعمل سلطة. سلطتك عادي معك وقت انت، ساعة في عندك ساعة ونص من الافطار. عرفت انا هذا المي لازم يكون مغلي حتى شو احط فيه ماجي، ماجي يدوب. لا لازم احط ماجي للسوب. ايه لازم يكون فيه طعم. مو كيف رح تغلي هدول بس بمي؟ كتر شو اسمه مي نقصت كوسة ضل باذنجان. شوف هي اخر وحده خلص. شو بدي اعمل هيك، هذا اللي صار. حاول تاكل كوسه، بعرفك بتحب الكوسه انت، كنت ما تحب الباذنجان. كنت زمان. ليش تغيرت؟ اوكي هيك عبيناها تعبيه. ضل عندي بس اثنين باذنجانتين اصلا، بس اثنين زادوا. هلا شو رح نعمل؟ رح اعمل الصلصة او السوب. برايك فينا نوقفهم هيك؟ ايش بدك توقفيهم؟ احسن مشان ما يطلع الرز برا. لا صفيها صف، الناس كلها بتوقف. انا بحياتي ما شفت امي بتوقف شو صف عسكر؟ نعم هلا بفرجيك. بدو بعمل تحية كمان؟ ايه لازم. ماشي؟ جنب بعض حاول اصفهم. المشكلة انه هن مو نفس الحجم، يعني كله احجام ما عم ينصفوا. اكيد ما دخل الحجم، لازم هيك يسندوا بعض يدا بيد.
والله هيك احسن من اصفها. تعال شوف بيبي منظر منظر. هلا الكوسه ضلت عندي كم باذنجان عادي بحطه بعدين. شوف منظره مصفوفين. ليش كم هيك؟ بس امسك لي. والله ما شفت حدا هيك عامل. بلا كلنا عايزين احنا صايمين مرة ما دخلك. بس امسك امسك. شوفوا يا جماعة شاهد كيف عم بتصف الباذنجان والكوسة. مو هيك حبيبي؟ قلت للعساكر مو هيك. ما بوقف بلا. إذا ما استوى ونحن صايمين؟ بلا يستوى. ليش الاختراع؟ عم غرق المي. انه ما افهم انه ليش الاختراع؟ انه شو خطر لك تخترع؟ مو اختراع هذا، انه الناس كلها هيك بتعمل. لا مين الناس؟ انا ما شفت ولا بحياتي الناس هيك عملت. هلا بفرجيك على اليوتيوب. شوي بهار مشكل مو كتير يعني بس شوي. فلفل اسود، فلفل احمر، نفس البهارات اللي حطيتها، وملح مو كتير لانه الكوسة اوريدي فيها. هلا راح احط زيت زيتون، وكمان راح احط نعناع. نسيت احط ماجي. انا المي غليتها سنه مشان الماجي. احط واحد وراح احط نص لانه انا ما فيني احط اثنين لاني كثرت الفين يصير كثير ملح. هلا بضل امزج لبين ما يذوب الماجي، بعدين بحط طبق المحشي. اوكي نحط المي. بسم الله. لازم ملي. اوبس في ماجي هاي مش مستوية. يعني انت ليش ما حطيتيه بهي الطنجره؟ مو احسن لك؟ يعني هي مو عريضه بس غميقه حبيبي هي. صحة يرحمك الله. الفلفل هذا مو غميقه لاني انا بدي اوقفهم. كيف بدي اوقفهم؟ فيك توقفيهم كمان هون على طبقتين. ما ايه ما هون عملتيهم على طبقتين. اوكي المحشي صار على النار. شوفوا يا جماعه شو عاملين. شوفوا الحركه. حاطين بريق فوق الطنجرة حتى شو؟ حتى المحشي يخلص جوا ويكون تحت المي، لاني ما بعرف شو السبب عم بيطوفوا كانوا فوق المي. وانا حاليا لبست كفوف. بس لبست كفوف شو معناتها؟ معناتها رح اظبط لكم اكله بتشهي وبتجنن. يا جماعه انتم ما اعطيتوني رايكم بالطبخه اللي عملتها معكم، شو رايكم فيها؟ حدا جربها؟ وهل كان شغلي تمام ولا لا؟ بصراحه لما اكلناها كانت كثير طيبه. هلا شو؟ رح اعملكم سلطه كتير 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 طيبه. صلي من زمان كتير، في يمكن 5-6 سنين 7 سنين ما لي اكلها.
مكونات السلطة ملفوف أحمر. أوكي أوكي يا جماعة، مكونات السلطة سهلة كتير. بتجيبوا ملفوف أحمر، ما راح تشوفي سلطتي. طيب ماشي، مو في عنا ملح ليمون؟ ما بنحط الله بصل حبيبي، هذا هاي السلطة ما بنحط الله بصل. تمام، هدول رح نفرمون شرائح، ما بنفرموا غير شرائح. نقسم النص اول شيء. قطيع هاي ثاني من النص. شو عم بيصير عندك؟ شو عم بيصير عندك؟ عم بسمع صوت. اوكي لازم تكون هيك شرايح. تمام؟ هلا بنحطها هون. اوكي يا جماعة، عملتها بطريقة تانية. هاي انعم، لاني شاهد قالت لي انه هاي كتير خشنين وهي ما بتاكلوا خشنين، فعملت خشن وعملت بنحط عليهم، بنحط عليهم ملح ليمون، بنعصر عليهم ليمون، فلفل حار احمر وشوية زيت. هيك بتكون جاهزة. هلا ما حاليا ما راح احط عليها لا ليمون لا ملح ليمون، لاني بتعرفوا الملح بحط عليها القصص وبتصير هيك جاهزة، وراح افرجيكم كيف شكلها بصير. بصراحة كتير 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 طيبة يا جماعة، جربوها. ملفوف احمر، زيت، ملح ليمون، ليمون ورشة فلفل احمر، وخلطوها. انا ظبطت سلطتي لاني صار الوقت، اضيف عليها شوية ليمون، زيت، ملح ليمون وملح حتى تصير جاهزة. هاي صرتي أحسن فوق؟ خلص أقرب. لا لا، إنه فوق صرتي أحسن يعني؟ إيه. هلا في روائح طيبة هون، فما بعرف. أنت المفروض أنا بتشيلي... رح أشوف أشيل واحدة وأشوفها استوت أو لا. عرفتي؟ رائحة طيبة. في رائحة طيبة. بسم الله سمي. بسم الله. تعرفي خفت؟ ليه؟ شو هالمنظر؟ شو هذا؟ انت حاطط السهم؟ لا انه ما قصدي، انا مبالي رغوة هاي. اوه يا سلام، الكوسة مو مستوية حبيبتي. بظن والله الكوسة مو مستوية. بلا شوف انا ونحنا شو بدك تدوقيها وانت صايمه؟ اي والله صح. وانا كمان نسيان، تعرف شو بدي اقول؟ لا من دمت، تعرف شو بدي اقول؟ بدي اقول لك دوقيني لي كمان. كنت فطرتيني قبل بخمس دقائق. بابا فينا نفتحها؟ اوكي. او لا لسه. لسه بدها شوي. الرز اوكي. الرز اوكي، بس الكوسه غطيه معناتها. غطيها بالشو اسمه حبيبي؟ بالغطا الطنجره. ايه ما في، لا الصينية احسن. ليه؟ مشان البخار يضل جوا غطا طنجره. هو حيضل
نشوف شو بيصير. لا هيك خالص برايك؟ انا رح ابلش طلقها. امتى يقدم؟ شو هلا قدم؟ شوفه بلكي 4-5 دقايق بقدم. كنت رح تفطريني قبل 5 دقايق. اوكي المفروض انا ابلش بسلطتي. انت بدك احط ساعتك ما خلصت صلطه. انا ما حطيت لها اصلا حبيبي الليمون وشو اسمه مشان ما تتبل. لا لا انا ما حطيت لها اصلا مشان ما تتبل حبيبي. اوكي انت بدك ملح ليمون فوقها؟ لا ما بدك؟ بس بدي فلفل اسود. ها شوفوا المكونات يا جماعه. اوكي انتبهوا المكونات. ليمون، بعد دقيقتين الله يس المفروض البس كفوف. ليش انت لكش تلبس لي كفوف؟ عامل لي هذا الشيء ده خطوه طبيعيه. كل شوي جاي حاطط لي الكفين. ليش يعني مصدق حالي؟ اوكي رجعت لكم بعد ما لبست الكفوف. ليمون انت بدك احط لك ليمون لك تبعك بعد شوي اطالع. لا ما نزيد ليمون. ليمون اكيد. شوف يا سلام عم تلمع. شو عم تسوي ورا انت؟ هاي تبعي، هاي الثانية شهد، هاي بتجي ناعمة. هاي ما راح احط لها ملح ليمون، بس احط لها ليمون. هاي لالي؟ هاي لالك. شو بدك تستعملها؟ شو كل واحد عنده صوته يعني؟ ما انت ما بدك ملح ليمون حبيبي فيها، فشو بدي اعمل انا؟ ان شاء الله تجي لعند تبعي. الله من دون بعض. لا لا ما انا اثنيناتهم مسويه. شو يعني ان شاء الله هي؟ بذر الليمون مشكلة. حسيت ما حطيت لك كثير فلفل حار صح؟ بس ما حطيت فلفل. من هي ما حطيت. ما هو صعب من هيك شوي شوي. بعدين شوية ملح. أنا راح أجهز السفرة. يلا كمان زدنا عليها ملح. فلفل وين حبيبي؟ كل شيء عندك، فلفل أحمر، فلفل أسود. بدي أحمر ما بدي أسود. ما بدك أسود؟ هو المفروض هذا الفلفل يكون اخشن من هيك، مو فلفل ناعم كثير. اه صح. ولازم نحط له السماء، بس السماء ما عم نلاقي السماء منيح. بس في كيف بتضيفوا زيت عليها هيك صارت زيت تبعي تشاهد. هاي لشهد اوكي؟ وهي تبعي. انا حطيت عليها سماء. شلون ريحتها؟ بدي ملح شوي. كمان شوية سماء. وأنا بدي أحط ملح الليمون. ما قدمت؟ يمكن قدمت ما بعرف. ليش عم تسمع صوت؟ شوية ملح الليمون. بيبي أنا رح
جدا. وكمان عيان زيت حطيت على طبيتي يا حبيبي. مش زيت يا جماعه، لما حطيته زيت كان احسن. اوه انت بعيدي كمان صارت جاهزه. صار طبختنا ادم اليوم. انتم ما شفتوا ادم حبيبي؟ ادم امبروس امبروس شوفي يا عمري شو استويت؟ الكوسه استويت حبيبي. اوكي يا جماعه وبديت ادن. نحن لحد الان صفرتنا مش جاهزه، راح نحطها. بس لا 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 يا بابا لا 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 يا عمري. كمين عم تقلي بطاطا؟ شوفي معبي الدنيا زيت. اه يا ادم. اه مامي. ادم يا جماعة بتعرفوا امتى ببكي؟ بس يقدن يصير وقت الافطار بنقعد على الطاولة، ادم بيعمل حفلة بكاء، ليش؟ ما بعرف، وطول النهار بيكون ساكت وما عنده أي مشاكل. بس بيصير وقت الافطار بيصير ببكي بطريقة. السبب ليش؟ شو هو؟ لأنه بس نقعد على الافطار انه هو كمان يعني يقعد معنا بالطاوله ويخرب الدنيا. مو ياكل ايه ويخرب يعني اكيد مو ياكل. مامي هذا شو عم بيعمل؟ شو بس مشاكل بلش الجنان. خلص صار وقت الافطار حبيبي. لسه ماما مو هلا سمعت بعد شوي. لمين عم تقلي بطاطا انت حبيبي؟ لمين؟ احسبي حسابي كمان الله يخليكي. روايح وحركات وقصص. سويت حبيبي والله سويت. بتنزليها هلا؟ ما شربنا مي نحن على فكره. شربتي مي؟ يلا صب لك صب لك. اوكي يا جماعه السفره صارت جاهزه. شوف هاي سلطتي تبعيتي حاطه قدامي، تبعيت شاد حاطه هونيك. المكونات الوحيدة بتختلف تبعيتي عن تبعيت شاهد هي انه ضفت هون تبعيتي ملح ليمون، شاهد ما بدها. هذا المحشي، المرقة، بطاطا مقلية، لبن، عيران، شاهد. يا سلام. يلا بلشي حبيبي. انت اليوم هربتي لفوق مشان شو؟ لاني جوعانة كتير. انت مرتش مريح للأكل.